وحتى نطمئن على المواطنين الكويتيين الموجودين في تركيا، نربط الآن الاتصال بسفير دولة الكويت لدى تركيا عبد الله عبد العزيز الذويخ. بداية، سيادة السفير، وزارة الخارجية أعلنت عن تخصيص طائرة كويتية خاصة لنقل مواطنينا إلى البلاد مساء اليوم، فما هي آخر التحضيرات والاستعدادات لإجلاء المواطنين من تركيا؟ بداية نريد أن نطمن حقيقة أهالينا في الكويت على الرعاية الكويتيين والمستضيفين الكويتيين في تركيا، وليس في إسطنبول فقط وإنما في جميع أنحاء تركيا، بأنهم بخير وبسلام الحمد لله. الحمد لله. وقد درجت السفارة والقنصلية منذ بداية الأحداث على الاتصال بالمواطنين الكويتيين وحثهم حقيقة على الإجراءات الواجبة لاتخاذها في اللزوم أماكنهم ولزوم إقامتهم حتى يستبد الأمر وتتضح الصورة. والحمد لله نطمن أخواننا ونطمن أهالينا في الكويت بأن الأمور حقيقة تسير في مجراها الصحيح، وأن الأحداث حقيقة قد انكشفت للجانب الأمني، واكتشفت بأن ممكن أن نطمن أخواننا وأهالينا في الكويت بأن الخطر قد زال ولا يوجد هناك يعني أي قلق في هذا الموضوع. درجة وزارة الخارجية طبعا بتعليمات من معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية معالي الشيخ صباح الخالد الصباح حفظه الله ورعاه، ونائب الوزير سليمان الجار الله خالد سليمان الجار الله، على حقيقة اهتمام والاتصال منذ الساعات الأولى بالسفارة وبالقنصلية لتكون استكمال لحلقة الاتصالات والغرفة المشتركة التي شكلت ما بين القنصلية والسفارة ووزارة الخارجية. وهذا طبعا يعني ليس بقريب على وزارة الخارجية التي اعتادت على مثل هذه الأمور لطمأنة رعاياها وأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه المواضيع. هناك طائرة حقيقة ستكون إن شاء الله لنقل المواطنين الكويتيين، ونهيب بالإخوان الكويتيين الاتصال في السفارة والقنصلية للتنسيق وإدراج أسماءهم للترتيب نقلهم إلى الكويت. والسفارة والقنصلية أبوابها وقلوبها مفتوحة لجميع الأخوة الكويتيين في مثل هذا الموضوع. الحقيقة التهنئة التي بعثها سمو الأمير هي تمثل الشعب الكويتي والحكومة وأميرا وحكومة وشعبا إلى أخيه الرئيس أردوغان في هذه انجلاء هذه المحنة، وهذا يدل على اهتمام دولة الكويت في الصديقة تركيا واهتمام سمو الأمير حفظه الله شخصيا للمواطنين على مواطنين الكويتيين في تركيا والأوضاع الأمنية فيها، وتهنئة الشعب التركي والحكومة التركية بانجلاء هذه المحنة. نعم، ونحن أيضا بدورنا نتوجه بالشكر إلى وزارة الخارجية لتخصيصها طائرة خاصة لنقل مواطنينا من تركيا إلى دولة الكويت، وهذا ليس بغريب على حكومة دولة الكويت. ولكن سعادة السفير، يعني كيف تتم الأمور أو كيف يتم التنسيق بينكم وبين السلطات التركية بهذا الخصوص، خاصة أن يعني تركيا صرحت أن مطار أتاتورك يعني نوعا ما سيكون مغلق في فترات معينة، فكيف يتم التنسيق بينكم وبين تركيا لعودة المواطنين الكويتيين إلى الكويت إن شاء الله؟ هناك تعاون كبير وتعاون حقيقة
واضح بيننا وبين السلطات التركية لطلب السفارة الكويتية، لكن نحن حقيقة بانتظار العدد وبانتظار التعليمات بانتظار الاتصالات التي سنجمعها من الإخوان الكويتيين وموعد الطائرة حقيقة التي ستصل. والأمور في هذه الحالة هي مرتبة وهناك تعاون بيننا، وأعتقد المطار هو فتح، المطار اسطنبول يعمل، ولكن طبعا هناك تأخير في بعض الرحلات، لكن هذا الموضوع حقيقة هناك في تنسيق سابق ومع السلطات التركية، ولا يوجد إن شاء الله أي مشكلة في هذا الموضوع. نعم، جهود واضحة. سيادة السفير، يعني أخيرا، هل من جديد أو رسالة معينة أو تعليمات تريد أن تقدمها للمواطنين المتواجدين في تركيا حتى يتفاعلوا معها لحين عودتهم إلى الكويت؟ حقيقة نحن يعني من بداية الحدث البارحة ونناشد أهلنا في تركيا بأنهم يلزمون أماكنهم ولا يظهرون في الأماكن العامة حتى تنجلي الصورة. وما زلت أكرر حقيقة نريد يعني إن لم يكن هناك في اضطرار للخروج فنناشدهم البقاء في أماكن تواجدهم في فنادقهم. وأنا حقيقة أؤكد أن هي اسطنبول فقط التي فيها يعني هذه المناشدة، لكن أخواننا الكويتيين متواجدين في جميع أنحاء تركيا، في بورصة ويلوى وفي البحر الأسود، وإنما هذه المناطق حقيقة آمنة وليس فيها أي شيء. وإنما أنا أناشد أخواننا في إسطنبول حقيقة في هذا الموضوع فقط لا يعني. نعم، سيادة سفير دولة الكويت في أنقرة عبد الله عبد العزيز الزبيخ، شكرا جزيلا لك، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين.